كف تصافح بعد أن لوثت بالدم. شباط فبراير من العام الجاري. بهذه الأصوات من هذا المنبر تحدث العاصمة القطرية اختراقا في الأزمة الأفغانية. كذلك تحتفل قواعد حركة طالبان على الأرض باتفاق تاريخي. برغم ذلك كان للعنف ذات المسار، بل بات في أحيان أخرى أشد ضراوة وفتكا بالأرواح. لكن طالبان والطرف الأمريكي الضامن يعيدان الاتفاق للواجهة، وسحة لاحتواء ما قد سلف من عنف. والتذكير بتنفيذ اتفاق إحلال السلام والانسحاب الأمريكي وإطلاق سراح المعتقلين، إذ لا تمنع جائحة تضرب كل صوب من اجتماع افتراضي يجمع رأس الدبلوماسية الأمريكية بكبير مفاوضي الحركة الملا برادر. برفقة نظيره الأفغاني يزهو الأمريكي وهو يعتلي إنجازا حفظ ما تبقى من ماء وجهه الذي فقده على مدى سنين، لكنه إنجاز تراه طالبان حتى الآن حبرا على ورق. فالحكومة تضع العصي في دواليب اتفاق يسمح بإطلاق سراح 5000 من عناصرها. تقول الحركة: نشك في أن الإدارة في كابول تؤجل هذا الأمر لإطالة أمد الوضع الراهن للبقاء في السلطة، فهم ليسوا صادقين في مسعاهم للوصول إلى السلام والمصالحة. لكن مشاهد كهذه تعيد الذاكرة لمربع أول، حينما يعلن الإعلام الأمريكي المناهض لإدارة ترامب في هذا الوقت كشفا واكب هذه المشاهد الساخنة. فروسيا قدمت مكافآت لمسلحي طالبان للتربص بالجنود الأمريكيين في أفغانستان وقتلهم، لكن الأمر محض أخبار كاذبة ترد طالبان. ليس من الممكن أبدا أن نحصل على مكافآت مالية من أي طرف، لدينا التزام وطني بتحرير بلادنا ولا حاجة لنا بذلك. لكن الكشف الإعلامي الأمريكي يعيد للذكرى مصرع وجرح آلاف الجنود الأمريكيين في أفغانستان منذ عام 2001، بل يعكر الصفو أكثر إزاء حميمية اللقاءات بين القطبين هنا. كذلك هو ضالة الخصوم الشرسين لرئيس يغرد بالنفي إزاء ما قيل. تثخن جراحه في الداخل وهو يتعكز خارجيا على خطط سحب عديد قواته من بلد ما زال سلاحه متأهبا يترصد مآلات قادم الأيام.